تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقيم اليوم حفل افتتاح المعرض الدولي الأول للرماية والصيد. نعم، وذلك بمقر الاتحاد البحريني للرماية بمنطقة الرفة، والذي يقام تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحاد البحريني للرماية وبتنظيم شركة اتصالات البروتوكول الدبلوماسي. قد حضر الافتتاح أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الكرام وعدد من السفراء والمدعوين. بهذه المناسبة قال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة: نعرب عن اعتزازنا الكبير بافتتاح المعرض الدولي الأول للرماية والصيد، والذي يجسد توجيهات سيدي الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه للارتقاء بالرياضة البحرينية. كما أن تنظيم هذا المعرض يعكس ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم للجهود المبذولة لتطوير القطاع الرياضي. تابع سموه: وإذ نثمن في هذا المقام الجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في دعم الرياضات مختلفة من خلال المبادرات والبرامج الهادفة والتي تعزز في نفوس الناشئة والشباب ممارسة الرياضة وتهيئ الأجواء الملائمة للرياضيين للمشاركة الفاعلة والتي تدفع لاستدامة رياضة الرماية والصيد. أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع معالي الشيخ علي بن عبد الله الخليفة والاتحاد البحريني للرماية برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خالد الخليفة وشركة اتصالات البروتوكول الدبلوماسي، وذلك للإعداد والتحضير لإقامة هذا المعرض، متمنيا سموه أن يحقق المعرض الأهداف والتطلعات الداعمة لانتشار هذه الرياضة بما يسهم في تطوير مستوياتها ويرفع من كفاءة منتسبيها ويدفع الرياضيين للمشاركة المشرفة في مختلف المحافل والبطولات. قد قام سموه بجولة تفقدية في أرجاء المعرض وأقسامه، حيث اطلع سموه على التقنيات المستخدمة في مجال الرماية والصيد، واستمع سموه إلى شرح موجز عما يقدمه المعرض من خيارات ومنتجات وأدوات حديثة. كما التقى سموه بعدد من المشاركين في المعرض وأشاد سموه بمشاركتهم، متمنيا سموه لهم الدوام التوفيق والنجاح.